قبل تقريبا 3 أو 4 أيام انطلقت فعاليات النسخة 20 من المهرجان الثقافي للأطفال والناشئة. طبعا كانت هذه الانطلاقة لهذه الفعاليات برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري. المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ذكر أن الفعاليات هذا المهرجان إن شاء الله راح تستمر لغاية يوم 28 من شهر أغسطس. طبعا هذا المهرجان وفعاليات تتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية اللي تلبي حاجات الطفل والناشئ. المزيد من التفاصيل يسعدنا ينضم إلينا داخل الاستديو معنا الدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. صباح عليك بالخير دكتور عيسى. صباح الخير، وأنا بدوري أشكر تلفزيون الكويت وأخص شكر صباح خير الكويت، هذا برنامج متميز. احنا العالم هذا الصباح العالم هذا الصباح اللي يغطي فعالياتنا بشكل مستمر، فلكم كل الشكر والتقدير. حياك الله. اليوم بنتكلم عن المهرجان، لا شك أن هنالك رسالة ينشدها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في كل مهرجان يقيمه، خاصة أن هذه هي النسخة 20. صحيح، يعني منذ صدور المرسوم الأميري تاريخ 17/7/1973 والمجلس يحاول أن يعني يطور التنمية الفكرية والثقافية والفنية في دولة الكويت، وهذه رسالة يعني رسالة صريح المجلس الوطني منذ إنشائه. احنا نهتم في شرائح مختلفة، اليوم راح ندردش معاكم حول شريحة أساسية في المجتمع الكويتي. نعم. وهي شريحة الطفولة. لا شك. عندنا نشاط بدأ قبل تقريبا مدة بسيطة 7/7 وراح يستمر لـ 28/7، عبارة عن مهرجان متنوع لكل ما يرغب فيه الطفل. عندنا عروض مسرحية، محمد الحميلي قدم معنا مسرحية الملك، بدر لوشي راح يقدم عيال النوخذة، عندنا تعاون مع مركز ديسكفري لعب يوم مفتوح للأطفال، عندنا رابطة الأدباء عندهم جناح خاص للطفل المبدع والطفل الأديب والطفل القارئ، عندنا كذلك وركشوب بمركز عبد العزيز حسين زرتهم البارحة، للأمانة شيء يفرح. ماشي مع الطفل حول آخر صيحاته وآخر رغباته، دورات في الآيباد، الرسم على الآيباد، الخزف، القواش، الرسم على المعادن. أنا أعتقد في شيء قاعد يعني يتطور داخل المجلس. جميل. وهذه فرصة أني أنا أتقدم بالشكر إلى إدارة الثقافة ممثلة بالأخت عائشة المحمود ومراقبة ثقافة الطفل مريم سالمين حول التجديد والإبداع المستمر لهذه الشريحة اللي وايد احنا مهتمين فيها. جميل جدا. بالمجلس الوطني وبشكل عام لا شك دولتنا مهتمة فيها. إذا أنتم دكتور عيسى تابعتوا الطفل وحاجات الطفل والتكنولوجيا المتقدمة الحين اللي تطور فيها الطفل وتغير عن السابق وواكبتوه ولبيتوا له احتياجاته، علما بأن ترى مشاهدينا كل ما يقدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال هذا المهرجان مخصص للطفل والناشئة هو مجانا دكتور عيسى. لا شك، يعني حضور المسرح مجانا، الدورات مجانية، التعاون مع المجتمع المدني سواء مركز دخرافي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، رابطة الأدباء، المسرح والدورات، في الحقيقة كلها يعني لأطفالنا الأعزاء وبدون مقابل. لذلك تقريبا التسجيل عندنا فول الله مبارك من أول يومين، ومسرحياتنا بدال عرض خليناها 3. جميل. والمسرحية الثانية بدال عرض 1 خليناها 3 أيام، والله مبارك المسارح فل سواء مسرح الدسمة أو مسرح المرحوم عبد الحسين عبد الرضا في السالمية. حقيقة يعني حضور التحرك الجغرافي داخل منطقة الكويت، هل راعيتوا فيه يعني بقدر المستطاع بقية المحافظات؟ لا شك نعنيه ونقصده عندما نتواجد في حولي أو نتواجد في العاصمة أو نتواجد في مسارح سواء يعني بالضبط أو في مناطق خارجية أو دورات خارج يعني بعض الحقيقة المحافظات، نقصد فيها الانتشار وسهولة الوصول لنا. جميل جدا. بالنسبة للأطفال اليوم باعتقادك شنو الرسالة اللي اليوم مثلا ينشدها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتوجيهها للطفل؟ احنا نعتقد ان الطفل هم المستقبل، اي غرس عقلي او نفسي في الطفل انت راح تحصده وانت راح تشوف خيره على البلد. احنا محتاجين اطفال في الحقيقه يعني متنورين منذ الطفوله، يحبون القراءه، يحبون الاطلاع، يحبون التجديد، يقرؤون حركه المجتمع من خلال بعض المسارح والمسرحيات والنصوص الادبيه.
التي تعرفهم على تاريخ الكويت. جميل. تعرفهم على تاريخ حكام دولة الكويت. تعرفهم على مناطق الكويت. تعرفهم على الخير الشر، طاعة الوالدين، حب كثير من الأمور الإيجابية اللي نعتقد إحنا نشارك فيها الوالدين والمدرسة والمجتمع المدني على تنميتها وغرسها بأطفالنا. جميل. لا شك دكتور عيسى حرصت كل الحرص بالنسبة لكل من يتقدم مثلا بتقديم عرض للطفل، يجب أن يكون يمر بمرحلة ما تسمى بالغربلة، يعني ليس كل ما يقدم للطفل يجب أن يستوعبه المجلس الوطني للثقافة الفنية. لذلك أعتقد أنكم حرصتوا أن هذه العروض التي تقدم على خشبة المسرح للطفل يجب أن تكون مدروسة ومنتقى مع احترام لكل الشركات اللي قدمت. مثل ما تفضلت، يعني إحنا عندنا منتجين شباب، عندنا أصحاب قلم مختص بالطفولة من أدباء كويتيين وكويتيات يقدمون هذه النصوص، ويأتي حقيقة يعني سواء نص ينزل في مسلسل أو ينزل في مسرح مثل ما إحنا في المجلس الوطني يعرض على مختصين من الأدباء. جميل جميل جميل. المهتمين في التخصص حقيقة التربية القبل المدرسية وتربية الطفولة يقرؤون النص، يقتنعون إنه فعلا مناسب للطفولة. نطلب من المنتج او يعني الفنانين عرض اولي، نزور هذا العرض، نعطي بعض الملاحظات اللي اكيد ما شاء الله ما يغفلون عنها، لكن هي فقط تمازج وتعاون ما بيننا لكي تصب في النهايه في مصلحه الطفل. بالضبط، لكي نقدم شيء يستحق اطفالنا. المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب لديه الكثير من الخطط والمشاريع التي يريد ان ينطلق فيها، وخاصه يعني مشكورين انتم دائما عندكم خطه برامجيه مدروسه تدريبيه، ورش، فعاليات على مدار السنه، وفي كل شهر عندكم شيء يصب في هذا الموضوع. اليوم المجلس الوطني لا يستطيع أن يقدم كل شيء لوحده، لا شك بأن هناك تعاون مع شقيقات أخرى، يمكن تكون مثلا وزارة التربية وغيرها. كيف توفرون هذه الأماكن، المسارح مع وزارة الشؤون وغيرها، خاصة أنكم ما تمتلكون كل هذه الأماكن اللي تقام عليها مثل هذه الفعاليات؟ صحيح، يعني اللي يميزنا أن احنا عندنا في المجلس الأعلى أو المجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة ممثلين عن وزارة التربية. جميل. ووزارة الشؤون على مستوى وكلاء وزارة. لا شك وزارة التربية تملك قطاع كبير من البرامج الثقافية يتخللها مسارح، مختبرات، ورش عمل. وزارة الشؤون عندهم مراكز تنمية المجتمع. صحيح. في كل المحافظات. صحيح. ويملكون تسهيلات كبيرة. كذلك احنا عندنا تسهيلات ومعارض تعرض الأعمال الفنية على مستوى سواء الأعمال الرسم أو أعمال الحية كالمسرح أو الورش العمل اللي تحتاج مواد وتحتاج أشياء يدوية. أنا أعتقد في النهاية إحنا يعني إحنا جزء من كل ما لم يتعاون المجتمع بشكل عام، سواء المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني، لا يمكن تغطية هذا الكم المتزايد. إحنا مجتمع شبابي والطفولة عندنا متزايدة، احنا بروحنا ما نقدر نقدم شيء للطفل. انا اعتقد وهذه كلمة حق تقال، تشاركنا بكل ابداع وزارة الشؤون، تشاركنا الجمعيات الاهلية، تشاركنا وزارة التربية، الجمعيات التعاونية. انا اعتقد الكل يحاول ان يقدم لاطفالنا وبالذات مرحلة العطلة الصيفية. جدا جميل. بمناسبة العطلة الصيفية، اليوم الناس يشوفون هذا الإغداق من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالفعاليات التي تقدم للطفل إشغالا لوقت فراغه في فترة الصيف. ماذا عن الأيام الدراسية وبقية الموسم؟ هل هنالك أيضا أوقات يستطيع أن يستثمرها المجلس بحيث أنه لا يغيب عن الطفل هذه الفترة؟ هو الجميل أن المجلس الوطني يعني عنده ديمومة وعنده حضور طول أيام السنة. جميل. وإحنا عندنا أربع قطاعات ما توقف يوم واحد. عندنا دار الآثار الإسلامية اللي في اليرموك تقدم في الحقيقة دورات تتعلق بالرسم والقراءة والعروض السينما. جميل. للأطفال والناشئة والمجتمع بشكل عام. عندنا قطاع المسرح طول السنة شغال، إدارة الثقافة عندنا شغالة طول السنة، لكن ما يلفت النظر لها بالصيف أن الناس شوي تفرغ وتركز علينا وتعطينا زوم. يعني اليوم إحنا عندنا
برنامج او مهرجان ثقافي للطفل والناشئ اللي بدا من 7/7 وراح ينتهي 28، يتقاطع معه عندنا مهرجان صيفي ثقافي شبابي هذا راح يبدا تاريخ 22 ويخلص 9/8، وهذه حق فئه الشباب. جميل. كذلك يعني رحايه معالي وزير الاعلام وحضور سعاده الامين العام المهندس علي اليوحه، عندنا شيء غير طفوله، عندنا شباب. جميل. عروض مسرحيه، حفل غنائي، ضيوف من دول الخليج. خاصة هذه الفترة أن هنالك مثلا أيضا نلاحظ مثلا أخواننا من دول الخليج، من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج يأتون لزيارة الكويت خلال هذه الفترة، فيستثمرون أيضا وجود هذه الفعاليات. بالضبط. فراعينا بالمهرجان اللي راح يكون كذلك تاريخ 22، سميناه مهرجان صيفي ثقافي. طريقة التسجيل دكتور عيسى بشكل سريع، يعني مثلا من يريد مثلا أن يحضر هذه المسرحيات، طريقة التسجيل مثلا يذهب مباشرة إلى مثلا المقار أم التسجيل أونلاين؟ بالضبط، إحنا يعني متعددة طرق الوصول لنا، عندنا الأفرع المنتشرة سواء مركز عبد العزيز حسين اللي في مشرف أو مقرنا الرئيسي. جميل. في الديرة أو الأونلاين. الوصول لنا وايد سهل، لذلك سيدة تفول مقاعدنا. أيه. وسيدة ما شاء الله ينتشر أخبارنا. عندنا طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا موقع رسمي في التويتر، عندنا انستغرام، يعني ما شاء الله يقدر واحد يتابع فعالياتكم أول بأول، وقاعد نحس حقيقة بالتفاعل ونحس بتواصل المجتمع. احنا نتمنى نتيجة للكم الكبير والعدد الهائل اللي قاعد يجي عليكم خلال هذه الفترة، نتمنى إن شاء الله فعالياتكم تزيد وتكبر، تكون عروضكم أكثر وتستوعب أيضا أعداد كبيرة، خاصة أن في الصيف كثير من الناس بعدهم موجودين وما سافروا. صحيح، راح تكون وإحنا مستمرين الصيف وما بعد الصيف، ومهما قدمنا في حق المجتمع الكويتي سواء الطفولة أو الشباب، نعتقد نفسنا في حقنا نحتاج الى مزيد من العطاء لهذا المجتمع الكبير. احنا بدورنا ان شاء الله ما نتمنى كوزاره شقيقه لكم ان شاء الله، وانتم جزء منا كمجلس وطني ثقافي الفنون، اثنين نصب في مصلحه واحده وهي مصلحه الاعلام. نحاول بقدر المستطاع من خلال برامجنا ان نسلط الضوء على فعالياتكم ونخدمكم بقد ما نقدر. كل الشكر لكم مره ثانيه. شكرا جزيلا دكتور عيسى الانصاري الامين المساعد لقطاع الثقافه في المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب على حضورك. شكرا جزيلا.